صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، رجعنا لكم فيديو جديد. دابا كما كتشوفوا حنا متواجدين في مدينه ديال مكسيكو سيتي. اول حاجه غنديروها ان شاء الله غنمشيو نحلوا حساب في البنك من بعد ما خديت الاقامه ديال المكسيك الى اخره. البنك اللي غنحلوا فيه الحساب الخوت هو هذا راه انترناسيونال والثامن عالميا. كما كتشوفوا حنا في البيرو كنتسناو الاخت الكريمه تجي عندنا باش تفتح لنا حساب. بالنسبه للوثائق الخوت اللي كنحتاجو شهاده السكنه. الحمد لله عندنا واحد الاخ اللي وقف معنا هنايا في المكسيك عطانا شهاده السكنه ديالو، يعني الدار ديالو. شنو اخر نديروها الاضافه؟ هذيك شهاده السكنه قليله تزوجوا بها شي 7 ولا 8 ديال الدراري مغاربه، يعني القاضي ما كيجيوش يقول هادو كاملين ساكنين معاك. المهم شهاده السكنه، فوتوكوبي ديال الباسبور، الاقامه ديالك هنا في هذه البلاد وصافي، هادشي اللي كاين يعني الكوبي ديال هاد الوثائق هادو. المهم الاخوه دابا كما كتشوفوا حاليا فتحنا الحساب ديالنا، خدينا البطاقه ديال البنك ديالهم. هنايا في المكسيك الخوت هنا فاش كتفتح حساب كيعطيك واحد البطاقه عاديه، هذه تقدر تستعملها في اي بلاد بغيتي، يعني هي عاديه ما فيها لا سميه ديالك لا والو، وتقدر تطلب وحده اخرى اللي كتكون بيرسونيل كتخرج لك خلال 7 ايام. وبالنسبه لشحال تقدر تستعمل برا المكسيك، شحال تقدر تستعمل برا المكسيك اخي عبدو؟ اي ليميتي قلت لك تقدر تستعمل اكثر. بالنسبه للمغرب كيعطيك واحد ليميتاسيون ما عرفتش ديال 10 المليون وقيله في العام اللي تقدر تستعملها برا المغرب، هنا ما عندهمش الحد، قال لك استعمل داك الشيء اللي بغيتي. دابا غنمشيو غنبداو معكم واحد الاجراءات وغنوريكم كيفاش تاخذ اسهل بيرمي في العالم. ملي قال لي الاخ عبدو البيرمي ديال المكسيك راه ما تحتاجش تمشي للمدرسه، ما تحتاج تدوز امتحان، ما تحتاج تدوز حتى شي حاجه، كتخلص 300 درهم كتاخذ البيرمي ديالك. بقيت غير مصدوم، قلت له واش بصح راه ما كاينش ديك 200 درهم ديال امتياز؟ راه دقائق 15 دقيقه وايلي. وحنا هذا الفيديو هذا مهم يوصل للناس المسؤولين اللي في المغرب باش يشوفوا الناس كيوصلوا للديجيتاليزاسيون. هادشي ديال الرقم هنا المستوى فين واصل، ما كنقصوش من بلادنا، كل بلاد والقانون ديالها. ولكن فايتنا في هذا البلان هذا، فايتنا هنا. ماشي ضروري تكون كتعرف السوق، ماشي ضروري تكون تجيب لا فيزيتا ديال العينين، ماشي المهم يعني كل بلاد والقانون ديالها. هنا الحاجه الوحيده اللي تيطلبوا لك باش انك تاخذ البيرمي كيطلبوا، بالنسبه لي انا كمهاجر هنايا في المكسيك كيطلبوا لي الوضعيه القانونيه ديالي، واحد الكور، وكيطلبوا لي شنو اخر؟ كيطلبوا لي نخلص واحد الباكو اللي قلت لكم 300 درهم، و تيطلبوا لي شنو اخر؟ شهاده السكنه هنا. شهاده السكنه اش المقدم؟ مقدم كاع ما كيعطيك شهاده السكنه هنايا ويقول لك ساكن ما ساكن سير. الا كان شي واحد صديق ديالك هنا موجود في المكسيك كيخلص الموضوع، هذيك الوثيقه ديال الموضوع ولا ديال التليفون كتعتبر هي شهاده السكنه. الا عطيتيها له انت كتسمى في المسؤوليه ديالك، قالت لك هي شهاده السكنه فقط لا اقل ولا اكثر. يعني اي واحد راه يعطيك الورقه انت عندك شهاده السكنه انت ساكن معاك تما صافي. هادو هما الاجراءات، فوتوكوبي الباسبور ديالو، الاقامه ديالو اصليه وفوتوكوبي، خلاص غيمشي يخلص في البنكة كيدير معاك الخلاص وكيدير معاك هاد الوثيقه ديال التليفون. شحال كيتعطل باش تخرج لنا البيرمي؟ في البلاصه حيت هما كلشي كيتعدلوا تمايا. في البلاصه كيعمروك المعلومات ديالك، السميه ديالك، الا وقع لك شي اكسيدون بمن يتصلوا، الشخص الاول الثاني الثالث، الفاصله الدمويه، الا قدر الله وجاب الله الوفاه ولا شي حاجه، واش بغيت تعطي الاورغان ديالك ولا ما تعطيهمش، تصدق بهم ولا ما تصدقش بهم، فهمتيني كيفاش؟ كيعمروك على واحد لاباسي داتوس، يعني واحد المعلومات ديك الشخصيه، وكتصور تما عندهم باخ كيخرجوا لك الكارطا بالتشيب ديالها بكلشي ديالها. المهم دابا اول حاجه غنديروها نمشيو نخلصوا. دابا نمشيو نخلصوا هي القضيه اخرى. البيرمي ديالهم هنايا على حسب المده، كاين ديال العام، كاين ديال العامين، وكاين ديال اربع سنين وديال خمس سنين. خمس سنين مقيوم كيتخام ب 600 درهم تقريبا مغربيه. خمس سنين 600 درهم مغربيه. ما كاين لا مدرسه التعليم لا 200 درهم ديال الخونه لا والو. لا حتى شي حاجه، كتمشي كتقدي انت كتخلص اصلا في البنك ولا خلصها في لابليكاسيون ديالك ولا خلصها في فارماسيان ولا شي حاجه، حيت كتخلص بزاف البلايص. وكما قال خويا زيزو ما كدوش الامتحان. كتمشي هذا اجراء اداري، حيت البريمي كيعتبروا هنا وثيقه اداريه بحال تاريخ ازدياد بحال حسن السيره بحال اي حاجه، وما كاينش العطله. كتمشي كتوصل في الساعه ديال كتدخل مباشره. راه زيزو دابا صورت المسائل، ديجا خديت الرونديفو معاهم البارح، دابا راه لقيت انا الرونديفو خديناه النهار، يعني قلبنا عليه اليوم راه غدا عطاونا الرونديفو. واحد النقطه مهمه نضيفها هو ان البريمي راه معترف به دوليا. انا ملي كنت في المغرب كانوا واحد المرتين شدوني الجندارم قالوا لي شنو هذا؟ قلت لهم هذا البيرمي. قالوا لي لا هذا ماشي بيرمي، مكتوبه فيه لا ليسونس، مكتوبه فيه ليسينسيا اسبانيوليه.
هي البرمي كيسميوها ليسينسي. قال لي هذه ديال الطلبه وكتضحك عليا ناشط انا جاب خطرا هضره برمي وقال لي وبيش من دوله؟ قلت له من المكسيك. قال لي لا ما تعرفينش بيه وهذا وكذا. قلت له دخل دخل قلب عليه. والله العظيم بقيت تقريبا شي نص ساعه تما شادني واتصل بالاداره المركزيه وبحثوا عليه وقالوا له لا راه برمي المكسيك كتسوق به في اي بلاصه. تسوق به في الاتحاد الاوروبي، تسوق به في كندا، تسوق به في المغرب، ما كاينش مشكل. وصافي والله تيزر. دابا خليكم معنا باش تشوفوا الاجراءات كيفاش دايره. دابا كما كتشوفوا لقيتوني في البنكه غادي نخلص السميه ديال الباسوس وغادي نشاد الدور ديالي هنايا. دابا كما كتشوفوا البلاصه اللي غندوز فيها البيرمي هي هذيك البلاصه اللي غناخذ منها البيرمي هي هذيك. واحد الاضافه، واحد الاضافه اللي بغيت نضيفها لكم كاملين الخوت هو ان العقز ديالي كنسافر عليه المسافه ديال 150 كيلومتر الكيران الروينه واحد الكرفيسه اللي ما تصورش. هادشي كنعاود لكم في المغرب. بالنسبه لهنايا في المكسيك لا، هنا ما كتضربش تماره، هنا دايرين واحد لي ماشين كتخلص كتقدر تاخذ عقد زديه، تاخذ عقد الزواج. شنو هو تقدر تاخذ الشهاده ديال انت سنوبين على اسمك سميتها حسن السيره؟ حسن السيره عقد الزواج. لا كانت عندك شي حق الطلاق ولكن واش اوريجينال ولا غير اوريجينال؟ اوريجينال ابوستي كلشي ديالو. ديما كتكون فيهم شي بنت هنايا كتكون واقفه على بغا شي واحد شي مساعده شي اذن كبير ما كعرفش تكون شي بنت كتعاونو. وحنا دابا جينا باش عندو البيرمي. شحال كتقدر تاخذ العقد الزياده هنايا ديالو؟ كتاخذ في البلا شحال كتخلص الثمن ديالو؟ واقيلا شي 15 درهم. 15 درهم مغربيه. شو تبارك الله التقدم. ولكن كتخرجوا في سير بلاص الزواج عاوتاني تقريبا شي 70 ديال الدرهم مغربيه. واحد القضيه، حنا الخوت والله ما كنطيحوا بلادنا، بالعكس حنا غير مقارنه يعني هادشي راه الدور ديال خويا زيزو في هاد القناه هو التغيير ويوصل واحد الرساله لواحد الناس اللي هما مسؤولين باش المواطن المغربي يعتز بالمواطنه ديالو. هذا ما كاين كنقولوا حتى مغربي تنقولوا رانا مغربي راه خصو يكون مفتخر بها من القلب، ماشي عامل الفم لهنا، ماشي هو كيقولها وقلبه كيحرقوا كيشوف بزاف المسائل ما كتعجبوش. وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب ما كاينش تشكيك في المواطنه ولا شي حاجه. المهم حنا عندنا عدلو بيرمي وهذه هاكا ملاحظه. كاين واحد السيده مسما جالسه تمايا، هذيك السيده هذا الدور ديالها هي كتعاون شي واحد كبير في السن ما كيعرفش كتعاونو. ولكن كان كيعرف راه كاين شي كيخلص تمايا بالفلوس سواء نقدان ولا كذا بي وكتخرج صريخ زياد. هذا مهم مسائل كامله. هذه هي لا ماشين اللي كما كتشوفوها، لا ماشين ديالهم هي هذه. هنا خوتي هذه هي البلاصه، وريهم الاداره. هنا في كيعدل عدل خويا زيزو بيرمي. الملاحظه الاولى رقم واحد نمبر 1 كل هجاج ترونسبارون. هنا الادارات المكسيك كلهم بزاج لا في البنكات كيما شفتيهم باش ما تكونش الرشوه. ثاني حاجه عندهم باب ديال الدخول وباب ديال الخروج. كيدخل من الباب اللي مليها هو يشوف اخويا زيزو كيخرج من باب هنايا. انت كتدخل كمواطن كتعرف المراحل اللي غدوز وما تكونش تعرف. غنجي نشوف شوفوا واحد حاجه، واحد ملاحظه ثانيه اخوتي هو ان فوا السكرتاريا ديال موبيليتي ديال وزاره النقل. خويا زيزو ما كملش 5 دقائق دخل من الباب خرج من الباب. ها هو جاب البيرمي. فينا هو البوراز؟ ها هو داكشي السرعه السرعه شحال داكشي بيه بيه ولا بيه وريه البيرمي. اش صافي باش دوز ديك الاسئله وانت ما عارفش الصبليونيه ديال الجامعه؟ ديك الصبليونيه ديال الجامعه عندهم اصاحبي. قريتك ولا ما قريتش؟ والله الا قراني بالله. شوف واحد القضيه اللي لاحظتها في ديك الاسئله ديالهم. ها مازال الله كيمشي هو غيجي. واحد البلان اللي لاحظته في الاسئله ديالهم وبقيت مركز معاهم. لا هذاك اللي قلت لي فاش كنا كنراجعوا الاسئله قال لي سميتو قال لي البوليس واش عندهم الحق انهم الا وقع شي عطب ميكانيكي في الطوموبيل يعاونوا ولا لا؟ قلت له انا لا حيت هادشي معروف علينا في المغرب. لا هما عندهم هنا في المكسيك الا الطوموبيل وقعت لها شي ايرجون ضروري البوليس يدخل ويحاول انه يصلح لك الطوموبيل ديالك. يا سيدي انا وقفت الطوموبيل الباتري خوات له وجابوا لي الطوموبيل ديال لاراف ديالهم وديماريت بها الطوموبيل. عرفتي منين شافتني خيتي قالت لي حيت انا عندي الصبليونيه طالعه في الدروج راه ماشي سمعتوا ديال الصبليونيه. قالت لي واش متاكد حفظتي مزيان؟ قلت لها راه حفظت مزيان. قلت لها المهم راه داكشي على العقل. عبد الوهاب تعاون وزوج قري دوزاتني واحد اللقطه حق الله واحد اللقطه اللي عجبتني فيها الانسانيه. فاش واحد الكلمه ما عرفتهاش بالصبليونيه راكم عارفين لان هذه الصبليونيه ديال هنا راه ديال الجامعه ماشي سمعتي ذاك الصبليونيه اللي طالعه في الدروج راه خصك تكون راك تما. وانا نعيط لها قلت لها شوف قلت لها راني فهمت السؤال. قلت لي فوقاش من عليك الدوبل الطوموبيل وهي بالصبليونيه بالصبليونيه كاينه واحد اللعيبه اكوطامينتو وانا قلت لك دابا وراه هاد القضيه قلت له هي الاخر اللي قبل ما يدخل اكوطامينتو ما عرفتهاش هي تكون الارض تراك قلت لها ضريفه قلت لي اكوطامينتو معناتها هي زعما على اليمن على اليمن صافي. وانا الاخر زعما هي اصلا بغات تبين عليا تبين عليك لا كيتعاونوا. ولكن شو السهوله دخلتي من الرافل خرجتي دخلت من هنا وعطيناك كيعطيوك 20 دقيقه
20 دقيقه في البيسي جاوب على خاطرك 20 دقيقه الا كان شي سؤال. هو اخوتي هما كيطيوها هما كاينه اسئله واجوبه ديالها كاينه في الورقه يعني السؤال جو ماشي اسئله اختيار لا كاين الجواب خصك تعقل عليهم كتوك 15 سؤال خصك تجيب 9 صحاح ويلي البيرمي ديال عام 300 درهم ويلي ويلي او 5 سنين راه ب 600 درهم خمس سنين ايوا مبروك عليك اخويا مبروك عليك اخويا دابا عاد خلي خرج دابا ما كان لك شوف دابا شوف تخيل في سيمانه قضينا انت البنكه البيرمي الاقامه بعد غدا ولا بعد هذيك كذا بلا ما نحرقوا المراحل الاداره كيفاش اخويا زيزو الاداره والله الا في شكل بالله والله الا في شكل الاداره ديالهم الخوت وما احتراماتنا للاداره ديالنا ولكن الاداره ديالنا باقي ناقصه واحد شويه باقي ناقص باقي ناقصهم شي لعيبات مي هنا في المكسيك راكم تما ها هو البيرمي جا هو سير اخويا زيد وراه البيرمي باش دابا تصور باش خرج راه ما تعطلش نقول لك شي 4 دقائق مي بدينا نهضروا معكم دابا وصافي ايوا مبروك في الفصل الدموية فيها واش يقدر ناري على زيزو البيرمي هانتوما الخوت بيرمي مكسيكي ها ها التصويرة ديالو اخويا زيزو باش هانتوما 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 الخوت ها في التيب في كل شيء في كل شيء هانتوما ايوا مبروك عليك ابو زيزو نهار كبير هذا الله يلا نهار الدردة الدردة السيمانة السيمانة راه فيه حتى ديك الحقوق ديالكم كل شيء هنا راه كاتبين تما فين التصاصات ايوا واحد القضية عاوتاني في البيرمي ديالهم سمحوا لينا طولنا عليكم في البيرمي ديالهم المهم كيقول لك إلا وقعت لك السيدة سمعوا الله قدر الله يستر قال لك إلا وقعت لك السيدة وسميتو وبغيتي تتبرع بالاعضاء ديالك ولا شي حاجه ولا بغينا نرجعوا لشي شخص اللي ايرجون هنايا لما نرجعوا كتعطيه النمره دي انا عطيتهم النمره ديال الاشخاص مشات الاشخاص اللي حتى في البنك طلبوا لي طلبوا لي لو وقعت لي شي حاجه فاصله دمويه لو وقعت لي شي حاجه وكان عندي هنا شي فلوس وبغي وشكون يتكلف بهم قلت لهم فاصله دمويه وداك الشيء كامل كيفيفا ميكو كيفيفا ميكو صراحه خاصنا نبقى نديروا بزاف الفيديوهات بحال هكا ونفصلوا كيفاش كتراري شوف شوف زايدين علينا صراحه عبدو شوف نعم غنبين لكم واحد الكوطي اللي ما عمركم شفتوه على المكسيك واحد الكوطي راه المكسيك الخطره ما فيهاش غير الكارتيل خلينا ابار ما نبقاوش نشوفوا السلبيات على اي بلاد فهمتوني دابا ان شاء الله غنبين لكم واحد الكوطي اللي ما عمركم عرفتوه على هذه البلاد حاليا راه في هذه الفيديوهات اللي كنبارطاجي معكم غير كنوريكم كيفاش سويت الوضعيه ديالي الورق اللي خاصني باش ان شاء الله كنوجد الفواياج اللي غنديروا والتور اللي غنديروا مع بعضياتنا هنايا وتشوفوا واحد الكوطي اللي واعر لان المكسيك الخطره ماشي نقصوا بلادنا بلاد سياحة دابا راه دابا عامين وكتصنف ثاني البيت السياحي شحال دير من المغرب شحال دير من المغرب من ناحية ديال البيب لا لا الجغرافية لا الجغرافية كون شي جوج خطرات هكا جوج خطرات راه كبيرة والبيب يعني الاقتصاد ديالها تقريبا سبعة الخطرات بغيت دير التجديد الهادي كتجي عيب القديمة كتكون مخلص كتعطيها لهم القديمة قلت لهم كدوز الامتحان والو سير بلاص المهم هادشي ما كان اخوتي نتمنى انكم استمتعتوا معنا.